هلا والله. اتكلمنا قبل كده عن البيت رقم 12، ان هو بيت المعتقدات الخفية، وبيت بيسموه بيت النفس الخفية، او البيت رقم 12 هو بيت الروحانيات وبيت الاشياء الغامضة اللي محدش يعرفها. من ضمن الكلام ده هو البرمجات اللي رجال الدين يعني كانوا بيكرروها قدام دماغك. انت لما بتروح كل يوم جمعة تحضر خطبة الجمعة، حلو الكلام ده، بتسمع الكلام اللي بيتقال في الخطبة، على حسب الخطبة دي فيها ايش، ايه المحتوى اللي موجود في الخطبة بتاع رجل الدين ده. ممكن رجل الدين يحرضك ضد الحكومة وان الحكومة كافرة وفاسقة وكلام زي كده، ده رجل الدين في المنبر الخطبة يوم الجمعة. المهم انه ان رجل الدين يتسنى له الظروف انه يبرمجك كل يوم جمعة، يخطب فيك كل يوم جمعة، يلعب في دماغك كل يوم جمعة، يكب في دماغك افكار كل يوم جمعة. فممكن يعمل لك حاجة اسمها برمجة الفكر. هي برمجة الفكر، برمجة الفكر سبب كبير جدا منها هو رجال الدين. رجال الدين يقول لك ان الفلوس وسخ دنيا، وان الفلوس هي اللي هتخليك تعمل ذنوب ومعاصي، وان الفلوس هي اللي هتخليك تتجوز نسوان كتيره وتمشي ورا النسوان، ولو عندك فلوس يبقى هتروح تسافر وهتعرف نسوان فبلاش اصلا يكون معاك فلوس، ولو عندك فلوس هتشتري مخدرات وبلاش يكون عندك مخدرات فبلاش يكون عندك فلوس اصلا، انه كونوا فقراء حتى تدخلون الجنه. دي البرمجه بتاع رجال الدين. طيب برمجه رجال الدين ان الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء. الفقر مش عيب، يعني هو بالفعل الفقر مش عيب، بس هو بشكل او باخر بيخليك ترضى بواقعك، يقول لك ارضى بواقعك، بلاش تتغير، بلاش تتحسن، الخيرة في ما اختاره الله، خليك زي ما انت، ما تتحركش من مكانك، خليك زي ما انت كده، زي الخرنج كده مكانك، ما تتحركش، لان انت لو اتحركت احيانا تتحرك ضد الحكومة وتعمل ثورات زي ثورات الربيع العربي، ولا يجوز الخروج عن الحكام. المهم انه يتسنى لرجل الدين في يوم الجمعة انه يلعب في دماغك لعب، يبرمج دماغك ببرمجات بنت كلب، من ضمنها برمجة الفقر. ورجال الدين يشغلوك، الله يشغلهم في نفسه، بيشغلوك عن الواقع، انه اللي احنا فيه ده بسبب ذنوبنا، كفر عن ذنوبك عشان الواقع يتغير. الموضوع ملوش علاقه بالذنوب. طب ما هو امريكا هم عايشين في الفسق والفجور وشرب الخمر وبينطوا على بعض، الموضوع ملوش اي علاقه بالذنوب. ان الله ينصر الدوله الكافره وان كانت عادله، ويهلك الدوله المسلمه وإن كانت ظالمة أو لو كانت ظالمة. القصة كلها ما هي قصة ذنوبك ومعاصيك، وانت أذنبت وانت شربت خمرة وانت لعبت مع النسوان وانت بتشرب مخدرات، الموضوع ما له علاقة بالكلام ده. الموضوع له علاقة كلها، كل ما في الموضوع، المال والعمل هما أساس الحياة. الموضوع له علاقة بأنك تشتغل وتجتهد، الموضوع له علاقة بأنك تبطل تمشي مع رجال الدين عشان ربنا يكرمك وينفخ في صورته. الموضوع له علاقة بأنك يعني تلتزم بفهم الاقتصاد وتطوير الذات، وانك ما تمشيش ورا رجال الدين عشان ما يبرمجوكش البرمجات الخرائيه بتاعتهم، جمع التبرعات باسم الدين، بس ادي اللي انت بتاخده من رجال الدين. كونوا فقراء حتى تدخلون الجنه، والفقر وان احنا اهتمينا بشغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، يعني احنا كلنا كده يعني انت فاهم مشغولين في الدنيا، وان العيب فينا احنا، وان العيب في ذنوبنا، وان العيب في المعاصي، ويجب ان نعود الى الله، وارجعوا الى ربكم وتوبوا حتى يغفر لكم ويحسن من ذنوبكم ويطيرها، وبعد ما ذنوبكم تطير هيجوكم الفلوس، السماء هتنقط جنيهات، السماء هتنقط ذهب. ويستشهدون استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا، وان الذنوب هي اللي بتمنع الرزق، ان الله يرزق الكافر ويرزق المؤمن. الدين لا علاقة له بالرزق، الرزق مطلوب منك انك تسعى فيه وانك تجتهد بغض النظر عن ديانته، الا بالغصب ان رجل الدين المغضوب عليه الجاهل المتخلف الاحمق الغاوي الرجعي يربط الرزق بالدين ويربط الرزق بالعباده. اعبد ربك كتير وصلي وصوم عشان يجيك الفلوس. الفلوس ملوش علاقه بالرزق، الفلوس مالها اي علاقه ايه اللي انا بقوله ده، الفلوس والرزق مالهم اي علاقه بالعباده؟ العباده في اتجاه والرزق والفلوس في اتجاه تاني. لو حصلت لك مشكله ايوه اكيد ربنا بيغضب عليك، ايوه اكيد انت اذنبت فذنوبك هي اللي عملت فيك كل ده. وبعد طب نفترض ان احنا لسه ما عملناش ذنوب، نفترض يعني وربنا منزل علينا السخط والبلاء، ايوه استغفروا ربكم حتى يرفع عنكم البلاء. المهم ان هو بينسب كل مشكله في الحياه بسبب البلاء، بسبب انه في ذنب. طب يا عمي، طب ما ياما في بلاد بتعمل ذنوب للنهار وربنا ما سلطش عليها كده. يعني بدل ما بيتكلم في الفساد اللي في الدوله وفي الحكومات، بدل ما بيتكلم مثلا في الناس اللي ضيعت الامانه، يجيب العيب فيك انت، يطلع العيب فيه.
ده نوع من انواع البرمجه، ده نوع من انواع برمجه الفقر. لذلك العلمانيه ضد الدين، العلمانيه ضد الدين، انه انت يعني تكون علماني فكل واحد يعبد الله بالطريقه اللي هو عايزها، والدين لله والوطن للجميع، وانك ما تتدخلش في ديانه حد، بيصلي بيصوم ما بيصليش ما بيصومش، مالكش علاقه بيه، انت لك علاقه انت لك علاقه بالامانه، ولك علاقه بتطبيق القانون بشكل قوي. لو طبقت القانون وتطبيقه بالشكل الواضح هو اللي بيضمن لك العداله، لكن الاخلاق والدين لا تضمن العداله. طب انت عندك الدواعش المتطرفين ما لهمش اي علاقه بالاخلاق والعداله، الجماعات الارهابيه برضو ما لهمش اي علاقه بالاخلاق والعداله، الاخوان المسلمين تجار الدين ما لهمش اي علاقه بالعداله ولا بالحريه الاجتماعيه ولا بالكلام الفاضي ده. يبقى الدين والاخلاق مش هما المقياس، المقياس هو القانون، المقياس هو الواقع، ارض الواقع. لما تيجي تطلب من رجل الدين ان يحل لك مشكلة الفقر والاقتصاد في البلد، ما عندوش اي حلول. الرجل ما بيفهمش في الزراعة ولا في الصناعة ولا في التجارة ولا بيفهم في تجارة العملة، هيحل لك مشاكل الاقتصاد ومشاكل البلد المسكنات والمهدئات والمخدرات اللي بيديها رجل الدين للناس؟ ارضى بواقعكم ان شاء الله ربنا ينصركم. يا عم علمنا حاجة في الاقتصاد؟ لا. علمنا حاجة في الزراعة؟ لا. علمنا حرفة كل بقى عيش؟ لا. مش هتتعلم حاجة من رجال الدين ولا من اماكن العبادة، اماكن العبادة ما فيهاش اي شيء تتعلمه سوى بس النصب والاحتيال باسم الدين وجمع التبرعات باسم الدين وصكوك صك الغفران تبيعه برضو باسم الدين وتذكر للجنة باسم الدين، تجارة باسم الدين. لكن برمجة الفقر أكبر جانب من جوانب برمجة الفقر في الحياة، السبب وراها لو تدور رجال الدين هما السبب في جانب كبير جدا من جوانب الفساد الاجتماعي الذي تعيشه المجتمعات الفقيرة. وبس كده.